وللحديث أكثر عن المبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي لمقاطعة المنتجات الإيرانية ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد مكي النزال. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، حياكم الله. حملة شعبية إذن لمقاطعة المنتجات الإيرانية وفي العراق دشنتها اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، وتمنت اللجنة أن تعم هذه الحملة عموم العالم العربي أيضا في يعني حديثها عن الحملة. أولا لو تشرح لنا فكرة الحملة والهدف منها وأهميتها في هذا التوقيت والجمهور المستهدف منها. نعم، تقريركم يعني فصل جيدا موضوع إيران والعراق من باب الاقتصاد. إيران استباحت العراق بمساعدة أمريكية دولية وصارت تنهب ثرواته بشكل ممنهج ومنظم وواضح، ليس سرا اليوم أن إيران يعني تستهلك الاقتصاد العراقي وبالمقابل تصدر للعراق الموت بأشكاله كافة. الآن لماذا نقاطع مثلا فرنسا لسبب أن جريدة نشرت شيئا أو أن كذا؟ إيران تنشر ثقافة خاطئة مغايرة للدين الإسلامي الحنيف، تسيء إلى الجار، تنهب خيراته، وتفعل كل ما يمكن أن يفعله العدو بعدوه. فلماذا لا نقاطع إيران من باب أولى؟ نعم، ونقاطع منتجاتها، وهذا ما هذا جزء مما نستطيع أن نفعله لرد الحيف عنا. نعم، ويعني ردة فعل مشروعة في رأينا ضد إيران. نعم، طيب ما الفئة التي تستهدفونها في هذا الإعلان أو هذه الحملة؟ الحقيقة أن الجميع يجب أن يقاطع، يعني كما قاطعنا لأجل مصلحة دولة ما أو فكرة ما، العراق جزء مهم من الأمة العربية والإسلامية، المفروض أن الجميع، وأعني بالجميع جميع الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية، أن يقاطعوا إيران التي تصدر الشر إلى العراق وتفتك باقتصاده وبشبابه، وعن طريق كما ذكر التقرير كل ما يسيء له. فالرد يجب أن يكون شاملا من الجميع لكي عسى أن ترتدع هذه الدولة المارقة عن تصرفاتها السيئة في العراق. نعم، ما الأثر المتوقع من مقاطعة البضائع الإيرانية، أو كيف تتوقعون أن يتفاعل الجمهور العراقي والعربي مع هذه الحملة؟ الجمهور العراقي الذي أعلن معارضته ومجابهته لإيران في الانتخابات، أتصور أنه سيهب يعني هبة مواطن واحد وسيتوحد خلف هذا الشعار، ونأمل أيضا أن يكون هناك عدد كبير من الجمهور العربي والإسلامي. في حال أننا أوصلنا الفكرة عن طريق تعاون الإعلاميين العرب والمسلمين والإنسانيين معنا والمنظمات، يعني الفائدة ليست فقط أن نرد على إيران، وإنما أن نتوحد خلف شعار واحد، وهذه المرة ليكون مقاطعتنا لإيران. يعني نعم، الوحدة العراقية العربية الإسلامية يجب أن تظهر واضحة وجلية في هذا الأمر، لا سيما أن العدوان الإيراني والانتهاكات ليست فقط في العراق إنما في أكثر من دولة عربية، وهي التي تمهد لكم الطريق أيضا الحديث مع بقية الدول والأطراف في أكثر من دولة عربية من الدول التي تستهدفها إيران بشكل مباشر في الآونة الأخيرة للانضمام إلى هذه الحملة. نعم، إيران تستهدف الجميع بالمناسبة، مشروعها شامل في المنطقة العربية والإسلامية، ولكنها تمكنت من 4 أقطار، وإن تمكنت من الأقطار الأخرى
فلن تقصر وستفعل ما فعلته في هذه الأشهر الأربعة. نعم، على مستوى العراق إلى أي مدى ترى أن ثورة تشرين التي استطاعت أن تتجاوز الطائفية التي كرستها أحزاب العملية السياسية على مدار أكثر من 18 عاما سيكون لها دور في انخراط شرائح مختلفة من الشعب العراقي في هذه الحملة، ولا سيما من فئة الشباب؟ نعم، الثورة ويعني أنصار الثورة الذين أثبتوا صدق نظريتنا في عراق واحد في أزمة النازحين والخيام والبر، فهبوا للنصرة وأوصلوا المساعدات ورفعوا صوتهم عاليا ليسمع العالم معاناة هؤلاء النازحين. هم أنفسهم سيصرون بهذا الشعار، وأنا واثق جدا أنهم سيقفون معه. نعم، أشكرك جزيلا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد مكي النزال، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.